النصراوي وما حدث بعد المباراة، اجتماع الإدارة النصراوية باللاعبين، مدى رضا الإدارة النصراوية على ما قدمه اللاعبين في مباراة الديربي أمس بين الهلال والنصر؟ في الحقيقة أود يعني أقول يعني أتكلم على الجمهور أولا أو الشارع النصراوي أو ما حصل في المنتديات أمس. يعني لم يكن هناك يعني رضا تام على فريق النصر، سواء من مدربه زينجا ولا عطاء أجانبه، وكانت هناك مطالبات قوية يعني بترحيل الثلاثي الأجنبي وجلب لاعبين يصنعون الفارق في مع الفريق في باقي المنافسات، لا سيما ان النصر تنتظره مشاركه اسيويه تتطلب وجود هؤلاء اللاعبين. جميل، هذا المنتديات، لكن الاداره النصراويه مدى رضاها محمد؟ والله اعتقد ان لم تكن راضيه، يعني الفريق امس لم يقدم المستوى المامول منه، يعني الفريق كان غائب تماما. لكن يعني تصريحات محمد، يعني اسمح لي محمد، براعة محمد حارس الشاب المميز عبد الله العنزي، نعم، يعني لكانت النتيجة كبيرة على النصراويين. الأمير فيصل بن تركي أمس بعد المباراة في تصريحاته للزملاء في الملعب بأنه راضي عن مستوى الفريق النصراوي، وهذا المفروض يعني أنه ما يقدمه الفريق النصراوي. من الممكن ممكن تكون هناك دفعة معنوية للاعبين، وبإذن الله يعني تكون هناك يعني دفعة أخرى لتقديم عطاءات أفضل في باقي المباريات، خصوصا أن النصر يعني تنتظر مباراة قادمة أمام الاتفاق، لا سيما أن الاتفاق هو القريب من الفريق النصراوي، ويطمحون لتحسين المستوى والظهور مظهر أجمل. جميل، أخيرا محمد، هل تصريح الأمير فيصل بن تركي للاحتفال بالعالمية هو وسيلة لامتصاص غضب الجماهير النصراوية بعد المباراة؟ لا أعتقد، الفكرة أعتقد أنها قائمة من قبل يعني، وكانت يعني توافت في هذا التوقيت، وأنا كنت أتمنى أمس المداخلة للرد على الزميل والصديق فيصل الشوشان. اعتقد ان هذه فكره جميله من الاداره ولا يعوبها شيء، يعني بالعكس يعني النصر يعني شارك في بطوله قويه تستاهل هذه الاحتفاليه، وانها بامانه تحسب الامير فيصل بن تركي على اقامه هذه المناسبه. احنا اعطيناك الان الوقت محمد للرد على ما طرحه الزميل فيصل الشوشان، وهو كان راي، مجرد راي، وابداء وجهه نظره حول هذا الموضوع. لا بس الاخ فيصل كان يعني ما ادري يستغرب منها يعني الحساسيه هذه، يعني النصر من حقه ان يتغنى وان يقيم حفلات او مناسبات، نعم. يعني راينا الفرق الاخرى يعني مرور يعني مناسبات اخرى يقيمونها كيف يشاءوا، فاعتقد النصر يعني من حقه. جميل. ان يقيم مثل هذه الاحتفاليه، لا سيما ان الاحتفاليه تستاهل هذا الشيء. جميل. محمد ابو دجين الاعلامي الرياضي، شكرا لك محمد. أبو سعد.